فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز جعل السن ذهبا لمن كسر سنه؟ نعم يجوز هذا للضرورة، يجوز هذا للضرورة، لأن غير الذهب ينتن بالفم، ينتن في الفم ويتغير، أما الذهب فلا يتغير ولا ينتن ولا ينتن. وقد قطعت أنف بعض الصحابة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، هذا للضرورة لا بأس، والأسنان هذا للضرورة، ربطها بالذهب هذا للضرورة، أما ربطها للزينة أو تلبيسها للزينة هذا حرام، أما إذا كان هذا للحاجة فلا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.